المعجزات وأعمال الشفاء التي قام بها يسوع. وكان في إحدى المدن، فإذا رجل مملوء برصا، فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب إليه قائلا: يا سيد، إن أردت تقدر أن تطهرني. فمد يده ولمسه قائلا: أريد، فطهر. وللوقت ذهب عنه البرص، فأوصاه أن لا يقول لأحد، بل امضي وأري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم. فذاع الخبر عنه أكثر، فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من أمراضهم. وأما هو فكان يعتزل في البراري ويصلي. لمسة حياة تلمسني بإيدك، من تلينا أنا عندي إيمان تشفيني الآن. ولما دخل يسوع كفر ناحوم، جاء إليه قائد 100 يطلب إليه ويقول: يا سيد، غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا. فقال له يسوع: أنا آتي وأشفيه. فأجاب قائد 100 وقال: يا سيد، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة فقط فيبرأ غلامي، لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان، لي جند تحت يدي، أقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر أتي فيأتي، ولعبدي يفعل هذا فيفعل. فلما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعون: الحق أقول لكم، لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ثم قال يسوع لقائد 100: اذهب، وكما آمنت ليكن لك. فبرأ غلامه في تلك الساعة. ولما جاء يسوع إلى بيت بطرس، رأى حماته مطروحة ومحمومة، فلمس يدها فتركتها الحمى، فقامت وخدمتهم. جايلك بذنوب ندمة نبتوب، طالب غفرانا دم المصلوب، بمسك في ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين، فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. اشفيني من كل ما في فيا، اشفيني من الخطيئة، اشفيني.
ولما صار المساء إذ غربت الشمس قدموا إليه جميع السقماء والمجانين، وكانت المدينة كلها مجتمعة على الباب، فشفى كثيرين كانوا مرضى بأمراض مختلفة، وأخرج شياطين كثيرة، ولم يدع الشياطين يتكلمون لأنهم عرفوه. اشفيني.